فريق وداد تلمسان الذي لا تفصله عن الرائد سوى نقطتين استقبل أمل بوسعادة في مقابلة كانت صعبة للفريقين اللذين جنحا إلى جس النبض ليستفيد وداد تلمسان من كرة ثابتة نجح من خلالها اللاعب بالحمري من منح هدف التقدم لفريقه وهذا في الدقيقة الثامنة من اللقاء وكاد الفريق المحلي أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 25 من جهتهم الزوار اندفعوا نحو الهجوم وتمكنوا من الحصول على ضربة جزاء بعد لمسة يد من اللاعب بن بلعيد ليتولى تنفيذها بنجاح اللاعب يعلوي لصالح أمل بوسعادة وتكافؤ الطرفين في الفرص المتاحة منها فرصة اللاعب حبشي لأمل بوسعادة ومسعود بلال لوداد تلمسان إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين أبناء المدرب فؤاد بوعلي وأشبال المدرب صفراوي الشوط الثاني دخلت العناصر التلمسانية بقوة لكن غلب عليها طابع العشوائية بدورهم لاعب الفريق البوسعادي حاولوا التسديد من بعيد لكن دون جدوى وفي الوقت بدل الضائع اللاعب مشرفة يضاعف النتيجة لصالح وداد تلمسان بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه فتحا من لاعب وسط الميدان بن بلعيد لينهار أمل بوسعادة إثر تلقيه الهدف الثالث من توقيع اللاعب مسعودي بلال وتنصيب بهذه النتيجة وداد تلمسان رائدا جديدا.